السلام عليكم. اشتريت سيارة واكتشفت بعد فترة وجود عيوب في هذه السيارة. اكتشفت مثلا ان هاي السيارة كانت متعرضة لحادث سابق، حادث مروري او حاده غرق او غيرها، والبايع اللي باع لك السياره ما قال لك ان هذه السياره كانت متعرضه لهذا الحادث. هنا عندك جانبين لازم تتكلم فيهم. الجانب الاول وهو وجود العيب في هذه السياره، والعيب الخفي هو العيب الذي لا يمكن اكتشافه بالفحص الطبيعي او المعتاد، او ان البايع تعمد انه يخفي عنك هذا العيب، او اكد لك ان هذا العيب مش موجود اصلا وتفاجأت بعدين انه موجود. في هذه الحاله تقدر انت تفسخ العقد وترجع للسياره وتاخذ فلوسك. الجانب الثاني اذا قدرت تثبت وعرفت ان هذا البايع تعمد انه يخفي عنك هذا العيب، تقدر ترفع عليه دعوه جنائيه حتى يحال للنيابه العامه والمحكمه ويعاقب عن تهمه الغش في المعاملات التجاريه.